مصر تحتفل اليوم بعيد الشرطة 68 تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية. الجيش العراقي ينتشر في البصرة بعد اشتباكات عنيفة ستة قتلى في مواجهة بغداد. الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 41 شخصاً. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. تحتفل مصر اليوم بعيد الشرطة 68 حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية ضد المستعمر البريطاني. ففي مثل هذا اليوم من كل عام أو من عام 1952 رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي، والتحمت دماؤهم مع دماء المقاومة الشعبية، وأسفرت هذه المعركة عن استشهاد 50 من رجال الشرطة وإصابة العشرات بعد نفاذ ذخيرتهم. نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية كبرى باستاد القاهرة لدعم القيادة السياسية في عملية التنمية بالبلاد، وشهدت الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار مصرنا عيلة واحدة وطن واحد تقديم العديد من العروض الفنية والأغاني الوطنية. نشر الجيش العراقي وحداته العسكرية في مدينة البصرة جنوبي البلاد للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ أيام. وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، فإن الجيش سيؤمن المحيط الخارجي لمناطق الاحتجاجات، وذلك بعد قيام جماعات مسلحة باستهداف المتظاهرين. من جهة أخرى، قالت مصادر طبية عراقية أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ارتفعت إلى 6 قتلى و54 جريحا. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة بعيدا عن سياسة الإملاءات وفرض الإيرادات. وخلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، شدد برهم صالح على أهمية احترام السيادة العراقية وقراره المستقل، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يعد خطوة حاسمة للقضاء على التطرف. ومن جهته، أكد كونتي حرص بلاده على دعم سيادة واستقرار العراق ومنع التصعيد في المنطقة. قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش إنه لمس جدية قبل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بشأن تنفيذ حكومته للإصلاحات ومكافحة الفساد. وأشار كوبيش إلى أن دياب أكد له أن البيان الوزاري للحكومة سيعكس مطالب واحتياجات الشعب اللبناني، وأن تطبيق الإصلاحات سيمثل جانبا قويا من البيان. ندد حزب قلب تونس بإقصائه من المشاركة في مشاورات تشكيلة الحكومة. ذكر الحزب الذي يعد ثاني أكبر كتلة في البرلمان التونسي في بيان له أن هناك العديد من البوادر والمؤشرات بضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعية والحجم البرلماني للأحزاب. وطالب الحزب الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بتقديم توضيحات حول إقصائه. وقعت الحكومة الانتقالية السودانية مع الحركة الشعبية شمال برئاسة مالك عقار اتفاق سلام إطاريا بجوبا. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق المبادئ العامة والأهداف والترتيبات السياسية وترتيبات الحكم لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز إن قبرص تنتظر الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء أشد ضد تركيا بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في البحر المتوسط. وتتهم قبرص بدعم من الاتحاد الأوروبي نظام أردوغان بالتنقيب غير المشروع عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي استضافة مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الثلاثاء القادم لتقديم إحاطة سرية حول السياسة المتعلقة بإيران. ومن المقرر أن يكون المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك في صدارة من سيقدمون الإحاطة، بينما لن يحضر وزير الخارجية مايك بومبيو. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ممثلي الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون في فيينا فبراير القادم، وتمنح الخطوة الأطراف الأوروبية في الاتفاق مزيدا من الوقت لمحاولة إيجاد طريقة لإقناع إيران بالعودة إلى احترام تعهداتها الواردة في الاتفاق بعدما تخلت عن بضع التزاماتها احتجاجا على انسحاب واشنطن منه. وافقت الحكومة الفرنسية رسميا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد وإحالته إلى البرلمان رغم ضغوط النقابات التي نظمت تظاهرات وإضرابات في أرجاء البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي نزل فيه المحتجون على المشروع إلى الشوارع للتظاهر في العاصمة باريس والمدن الأخرى، كما تجددت الإضرابات التي أصابت حركة وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية الشلل. وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. توقيع جونسون جاء بعد يوم من تصديق الملكة إليزابيث الثانية رسميا على اتفاق بريكسيت بعد أن حصل على تأييد مجلس العموم نهائيا، وبهذا يبدأ خروج بريطانيا من الاتحاد نهاية الشهر الجاري. أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 41 حالة وفاة، كما أعلن التلفزيون الصيني رسمي أنه تم تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، مشيرا إلى اعتماد سياسات خاصة للتعامل مع الوضع الجديد. ورياضيا، تعادل الزمالك سلبيا امام ضيف مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات المجموعه الاولى بدوري ابطال افريقيا، وبتلك النتيجه رفع الزمالك رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني من 5 مباريات متاخرا بفارق 3 نقاط عن مازيمبي. يختتم فريق الأهلي ميرانه اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي الأحد القادم ضمن منافسات الجولة 5 لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر ب9 نقاط، فيما يحل الهلال ثالثا ب6 نقاط وبلاتينيوم في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة. تقام اليوم السبت 5 مباريات ضمن الجولة 5 لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، نتابع. We'll be right back.
أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي حماسه الكبير بالعمل مع متحف مدام تسو للشمع بالعاصمة البريطانية لندن لصناعة أول تمثال له، ونشر المتحف على حسابه بتويتر فيديو لصلاح أثناء الحصول على أبعاد جسده وبعض الصور اللازمة لصنع التمثال والذي من المقرر الكشف عنه في وقت لاحق من العام الحالي. هذا وأوضحت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن صلاح سيكون أول لاعب بفريق ليفربول يصنع له المتحف تمثالا منذ نحو 10 أعوام. تأهل منتخب مصر اليد إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد فوزه عن نظيره الجزائري بنتيجة 27-30، وسيجمع النهائي المنتخب الوطني مع نظيره التونسي صاحب الأرض، حيث سيتأهل الفائز بلقب البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. مشاهدينا أشكر لكم طيب المتابعة.